أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة دجاج بالأكياس. المقادير: حبتين جزر مقشر ومقطع، حبة ليمون مقشرة ومقطعة، كيس خاص بالفرن، معلقة صغيرة بهارات، 3 معالق كبار زيت، دجاجة، 4 فصوص ثوم مفرومين قطع كبيرة، حبتين طماطم مقشرة ومقطعة، حبتين بصل مقشر ومقطع، 3 حبات بتنجان مقشر ومقطع، 3 حبات بطاطس مقشر ومقطع، ربع كوباية خل، معلقتين كبار ملح، معلقة كبيرة فلفل. هنبتدي مع بعض طريقة التحضير. اغسلي الفراخ كويس قوي بالمية والملح، وبعدين حطي الفرخة في طبق كبير وحطي عليها الفلفل والملح والثوم والخل والبهارات، وتأكدي المكونات دي وصلت في كل حتة في الفرخة، وهتنقعيها في الخلطة دي لمدة 2 ساعة. بعد كده حضري كيس الشوي ودهني الفرخة بالزيت، وبعدين حطيها في الكيس وحطي البتنجان والبطاطس والبصل والطماطم والجزر والليمون جوه الفرخة وهي في الكيس، وبعدين اقفلي الكيس كويس. حطي دلوقتي الكيس جوه صينية فرن ودخليه الفرن على نار متوسطة لمدة 1 ساعة، وبعدين خرجي الكيس من الفرن وافتحيه بالراحة عشان البخار اللي هيطلع منه. خرجي الفرخة وحطيها في طبق التقديم، وحطي حواليها الخضار، وخدي من المرقة اللي خرجت من الفراخ وحطيها فوق الفراخ عشان ممكن يتغمس منها، وممكن تقدمي طبقنا مع الرز الأبيض. ويا رب أكلتنا تعجبكم، وبالهنا والشفا.